أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. استخرجت توبة ودعاء ووصلا وأشهد أن لا إله إلا الله. سيدنا مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيابة عن إخواني وأخواتي في الطريقة الوهمية لسفر السعودية في المملكة المتحدة، يسعدني كثيرا ويطيب لي ويشرفني أن أتقدم لكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة حولية الإمامين الجليلين سيدي فخر الدين مولانا الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني وسيدنا مولانا الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني رضي الله عنهما وأرضاهما وجزاهما الله عنا خير الجزاء. اللهم أعد علينا مثل هذه الأيام الطيبة ونحن في خير وبخير على خير تحت راية مولانا الشيخ محمد الشيخ إبراهيم الشيخ محمد عثمان عبد البرهاني. اللهم اجعله راضين علينا وعلى أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا في كل لحظة من اللحظات وفي كل وقت من الأوقات دائما وأبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم، وكل عام وأنت بألف خير. برضو كذلك بمناسبة العيد على الأبواب عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، وهذا الجمع المبارك الجميل في هذه المناسبة الطيبة الكريمة يسعدنا ويشرفنا أن نشكر جمال الإخوان القائمين بهذا الحفل والإخوان الزائرين والأخوات من مانشستر من أماكن مختلفة. ربنا يجزاهم عنا خير الجزاء، ربنا يكرمهم ويعلم مكان دفع الحال من أهل المسجد المنشستر، ربنا يزيد عنا خير الجزاء والسلام عليكم.